كما استقبل عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه المهنئين من أهالي محافظة العاصمة حرصا من جلالته رعاه الله بالالتقاء مع المواطنين الكرام بمناسبة هذا الشهر الكريم، حيث تشرف الأهالي بالسلام على جلالته معربين عن أصدق التهاني والتبريكات وأطيب الأمنيات إلى المقام السامي لصاحب الجلالة بهذا الشهر الفضيل، متوجهين بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العطرة على جلالته بوافر الصحة والسعادة، وأن يحفظ جلالته ويرعاه ذخرا وعزا لمملكة البحرين وشعبها الكريم. وقد رحب جلالة الملك المفدى أيده الله بالجميع وتبادل معهم التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة بمناسبة استقبال جلالة الملك المفدى المهنئين بشهر رمضان من أهالي محافظة العاصمة. رفع معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة أسماء آيات الشكر والعرفان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبة تفضل جلالته باستقبال المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك من أهالي محافظة العاصمة، داعيا المولى عز وجل أن يعيده على جلالته وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.
الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. نرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اللقاء الطيب في ليلة من ليالي شهر رمضان الكريم. كلمة أهالي محافظة العاصمة يلقيها نيابة عنهم سيد مصطفى العلوي. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، الأخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي حضرة صاحب الجلالة، بالإصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي محافظة العاصمة أرفع إلى مقام جلالتكم أطيب التهاني بحلول شهر رمضان المبارك. أعاده الله على جلالتكم وعلى حكومتكم الرشيدة وشعبكم الوفي وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات. كما أقدم أسمى آيات الشكر والعرفان لجلالتكم على إتاحة هذه الفرصة العظيمة لوجهاء وأهالي محافظة العاصمة للتشرف بلقاء جلالتكم في قصركم العامر. سيدي صاحب الجلالة، إن هذا الجمع المبارك من أعيان وأهالي محافظة العاصمة جاء ليجدد لجلالتكم البيعة والوفاء والولاء، وليعبر لجلالكم عن عظيم الشكر والامتنان على ما حظيت وتحظى به مملكة البحرين عامة ومحافظة العاصمة خاصة من اهتمام ورعاية كريمة من لدى جلالتكم، وفقكم الله ورعاكم، معبرين عن خالص الحب لجلالتكم في هذه اللحظات التاريخية المليئة بالمشاعر الصادقة والفرحة العارمة بهذا اللقاء الميمون، مؤيدين جميع خطواتكم المباركة في حفظ أمن الوطن والمواطنين. سيدي حضرة صاحب الجلالة، لا يسعنا ونحن نعيش هذه الأيام المباركة والزاهرة في ظل مشروع جلالتكم الإصلاح حفظكم الله إلا أن نستذكر إسهاماتكم ودور جلالتكم المشهود في جمع أبناء هذا الوطن المعطى على كلمة واحدة وقلب واحد عبر الإجماع على ميثاق العمل الوطني الذي جسد معاني الترابط واللحمة والتآخي ووضع الحقوق والحريات العامة على رأس بنوده ورسخ معاني المشاركة في القرار بأبهى صوره، وما التفاف أبناءكم حول جلالتكم حفظكم الله إلا مؤازرة لجهودكم في الإصلاح من أجل الوطن والمواطنين. سيدي حضرة صاحب الجلالة، إن الجميع ليدرك أن المشروع الإصلاحي الذي أعلى من شأن المواطن ليمارس كافة حقوقه الدستورية بحرية تامة يحقق طموح الشعب في الارتقاء وتطبيق المسار الديمقراطي
ضمن أجواء تسودها الوسطية والقبول بالآخر والتعايش السلمي، لتحظى المملكة بفضل ذلك بثقة المجتمع الدولي وتعزيز موقعها على خارطة البلدان التي تحظى بسمعة متميزة في مجال حقوق الإنسان والتوافق الوطني، بغض النظر عن الانتماء الديني أو العرقي أو الفكري. وما نيل جلالتكم حفظكم الله لجائزة مدى الحياة وغيرها من الجوائز العالمية إلا تكريماً لجهودكم الدؤوب والمتواصل في جميع المجالات، وخاصة مجالي التنمية واحترام تعداد الأديان في مملكة البحرين. تلك مكتسبات سنظل نحافظ عليها يا جلالة الملك، غير عابئين بما يثار من حين لآخر عن مملكتنا الغالية من قبل منظمات مسيسة ترتدي أثواب حقوق الإنسان وتكيل الاتهامات لبلدنا العزيز جزافة، بينما يكذبها الواقع المعايش ويثبت خطأها المواطن قبل أي جهة رسمية. سيدي صاحب الجلالة، إن تحقيق هذه الإنجازات والنقلة النوعية لوطننا على مختلف الأصعدة والأوجه، وما تشهده المملكة الغالية من نهضة وتطوير مستمر على مستوى التنمية، لم يكن ليتحقق إلا بفضل توجيهات جلالتكم الكريمة لحكومتكم الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وولي العهد نائب القائد الأعلى والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. ولا يفوتني في هذه اللحظة أن نستذكر توجيهات جلالتكم لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 4200 وحدة سكنية على المواطنين في المحافظات كافة التي أثلجت صدورهم بتلك المكرمات، بما يحقق المكاسب المستديمة وتوفير الخدمات الأساسية لكافة المواطنين. وكلنا أمل وثقة في أن تنعكس الحركة التنموية والعمرانية التي تشهدها البحرين على حياة المواطن في محافظة العاصمة ضمن مشاريع صحية وتعليمية واجتماعية وثقافية ورياضية وترفيهية، إذ لا تزال محافظة العاصمة بحاجة إلى تطوير ساحل الفاتح ليكون مقصداً للسواح ومتنفساً للأهالي، وتطوير فرضة المنامة وهي المرفأ الوحيد في العاصمة، ليتعانق الماضي تليد بالحاضر الزاهر في نقلة جذبة سياحية. تلك يا جلالة الملك أولويات للمنطقة ستؤدي تلبياتها إلى دعم التنمية المستديمة التي تنشدونها لشعبكم الكريم دوما عبر المساهمة في تسخير أسباب الحياة الكريمة للأهالي، ليكونون قادرين على العطاء والمساهمة في خدمة الوطن وقيادته الرشيدة. وفي الختام أسأل المولى عز وجل أن يديم على جلالتكم حفظكم الله موفور الصحة والسعادة وطول العمر، وأن يحفظكم لمواصلة مسيرة الخير والنماء والإصلاح لمملكتنا العزيزة بقيادتكم الحكيمة
وأن يتقبل صيامكم وطاعتكم ودعاءكم، وأن يحفظكم ذخراً وسنداً لمملكتنا الغالية وشعبها الوفي، مؤكدين لجلالتكم أن أهالي محافظة العاصمة سيظلون على العهد يبادلونكم الحب والوفاء والإخلاص والطاعة، مجددين تأييدنا ودعمنا لمشروع جلالتكم الإصلاحي الذي جسد معاني الترابط واللحمة والتآخي، ورسخ معاني المشاركة في القرار وإدماج الجميع في عملية التنمية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طوبى لبحرين العلا ملكا على سمحا نبيلا عادلا وجوادا، ملك له صنع المفاخر عادة، فلقد بنى مجد البلاد وشادا، عهد علينا لا نفارق عهدكم مهما تقول مغرض وأعادا. كل العهود إذا بعقد أبرمت تعطى بنص بنودها آمادا، والشهر شرط للنفاد بنشرها، لا تكتسي من دون ذاك نفادا. لكن عقد مليكنا وقلوبنا لا ينقضي جمعا ولا أفرادا، لكن عقد مليكنا وقلوبنا لا ينقضي جمعا ولا أفرادا. والعقد بين مليكنا وقلوبنا ما احتاج لا أمدا ولا إشهادا، ولكل عقد شاهدان وكاتب، عرف جرى بين العباد وسادا. لكن عقد ولائنا لك أنت من بالحب قد أعددته إعدادا، أعددت فصلا في المحبة رائعا بهرت جميع بنوده الأشهادا، طرفاه هم كتابه وشهوده لم يحوي آجالا ولا ميعادا، فلقد تشرب حبكم وجداننا وغدا عميقا ضاربا أوتادا، منك الإشارة فالجميع جنودكم، فأمر وأسرج للكفاح جوادا. ها أنت يا حمد تعالى ملككم بين الممالك حكمة ورشادا، حمد فأنت كما نرى نجم على تهدي بنور ضيائك الروادا، لا ينكر الشمس المضيئة مبصر إلا إذا جحد اليقين عنادا، لا ينكر الشمس المضيئة مبصر إلا إذا جحد اليقين عنادا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ذلك تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بإلقاء كلمة رحب فيها جلالة الملك المفدى أيده الله بالجميع وهنأهم بمناسبة الشهر المبارك. إن شاء الله عليكم وعلى الجميع كل عام، وأنا أشكركم على محبتكم وعلى إخلاصكم وعلى زيارتكم وعلى كلامكم، وأنا بعد بدوري أبادلكم نفس الشعور شوية أكثر، لأن كيف أغطي الحقيقة الجمايل الكثيرة اللي نشوفها من أهل البحرين. ف
في المحافظة على استقرارها، في المحافظة على تقدمها، في المحافظة على نموها. فأنا واثق بالله أن المستقبل بإذن الله مشرق، لأن في أيادي أمينة. وشكرا.